افندينا احنا فلاحين ولاد فلاحين شغالين في ارضينا وفي ارض الحسينة. وفرقتوا ايه يعني عن التملية؟ بقول لك ايه يا تسوقي، انت شكلك مش عاجبني، روح لعالك وسيبنا في حني. روح ما تقعد معاني، انا معايا باكو دخان ورتين بفرح على فيك سيجارة. عمك تسوقي بيمضخ يا مجاور. صحيح عم تسوقي، اجيب لك مداغة. غورو غورو، جاتكم مصيبة تشلكم. قال فلاحين قال الشهر جاي الليلة تسوقي، اعمل حسابك، جيب زمايلك الغفر وتيجوا تسهروا معانا الليلة على تعريشة غنيمة. قلت ايه يا عبد الرحمن؟ قلت لا اله الا الله يا ام العمدة. انا بعدت لك اشورك بصفتك اخويا وخلي ولادي، مش بصفتي ام العمدة. واني ما تاخرتش، يعني انت حط عينك على حد من بنات السخوية؟ بقالي كتير بعيدة عن بيوت السخوية، وبناتها كبروا وما عرفش حاجة عنهم. قلت انت وسكسجة الدلول. احنا خدمينك بس. بس ايه يا عبد الرحمن؟ بس يعني سمعة شاهر في الزمان ما بقتش حلوة. يعني ايه يا عبد الرحمن؟ انت عارفها ولادي غاليين عليا جديه، من فتح الله لحسن الصغير. وصدقيني لو عندي بنت تانية غير خضرة حشورها واجهزها واجيبها لحد دار شاهر من غير لف ودوران. قول اللي في ضميرك على طول. شاهر سمعته سبقاه ومستهيق لي مفيش بيت في السخوية حيرضى يناسبه كده. يا عبد الرحمن مش حغشك يا ست اخوات. ايوه انا عارف، والواد لازم يتلم ومفيش حاجة هتلمه الا الجواز. ابعدي عن السخوية ووفر على نفسك المشاكل. يا السلام، هي حصلت المشاكل؟ هيحصل ايه يعني لما نطلب بنت من بناتهم؟ غيرته هيقولوا لا ولا هيرفعوا علينا البندق؟ عمر ما حد من السخوية يستجري يرفع سلاح في وش الحسينة. المشاكل اللي بقصدها يعني من جهة الحسينة نفسه. مالهم الحسينة؟ دي نساتي نساتي يا حجة، أيام المرحوم إسماعيل ما تقدم لك وهاشوا الحسينة وعملوا اللي ما يعمل عشان يمنعوا الجوازة دي. الزمن كان غير الزمن، واسماعيل كان حيبقى العمدة اللي جاي بعد الشيخ يوسف. الحسينة خافوا للسخوية يدخلوا دوار العمدة من باب النسب، قالوا ست اخواتها قوية وهي حتبقى الكل في الكل، واسماعيل حيبقى خاتم في صباعها بسبب طيبته وسلامة نيته. ايه ولما لقوا اسماعيل مصمم على الجوازة